السؤال الثاني، بسم الله الرحمن الرحيم، بمناسبة هذا الموضوع، هل يجوز شرب البيرة لقصد أنها تزيل الحصى من الكلى كما يدعي بعض الناس؟ البيرة الخالية من الكحول من الرسل لا بأس بها، شراب من الشعير إذا سلمت كما قال لنا عن البيرة الموجودة هنا أنها سليمة، إذا كانت سليمة فلا بأس. أما إذا ثبت أنها تسكر ولو كان كثيرها فمن فضل، ثبت أن كثيرها يسكر أو شربها يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أثر كثيره فقليله حرام، يقول آخر ما أثر فرق منه فإن كثيره كثيره حرام. إذا ثبت أنها تسكر حرمت، وإذا في الأصل جوازها وعدم تحريمها، والتي هنا في البلد يقال إنها سليمة، فإذا كانت سليمة كما قيل ولم يجرب من أحد أنها تسكر فلا بأس. أما ما يكون في الخارج فقد بلغنا الذي تباع في الخارج مسكرة.